الافراح، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وتوزوا نهار اليوم كبير عند الله، العيد المولد النبوي الشريف اللي كنتمنى، وان شاء الله الصحه والسلام وسلم البلد الحبيب. كنقول لكم مره اخرى عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير على الشعب المغربي وعلى الاسره العلويه، وبالخصوص على قائد الامه وتاج الوصنة صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، والامير مولاي الحسن والامير مولاي رشيد والاسره العلويه. نتمنى تكونوا كلكم بالف خير وعيدكم مبارك سعيد. مساء الانوار. تحيه مره اخرى لمشاهدي قناه شوف تي في على البث المباشر، مرحبا بكم مره اخرى في البرنامج اشنو عندك مع كريم وسط. اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. نتمنى انكم تكونوا بالف خير. شوف تي في كترحب بك برنامج اشنو عندك، انت ما عليك غير تسول شوف تي في تعطيك الحل. افتح قلبك قول اشنو كاين، راه الجواب تلقاه في الحل. مرحبا بكم مره اخرى. تنبغي نوجه تحيه لاصدقائي الفنانين والفنانات واصدقائي الصحفيين في شوف تي في، الجنود الخفاء داخل الاستوديو الى خارج الاستوديو، الصحفيين اللي كيقوموا بالمهام ديالهم على البث المباشر. يعني كنقول لهم هنيئا لكم وتبارك الله عليكم على هذه المجهودات اللي كتقوموا بها، اللي كنقول لكم باسمي وباسم الطاقم عيدكم مبارك سعيد وتكونوا بألف خير إن شاء الله. تحية مرة أخرى لجميع الأصدقاء الفنانين والفنانات، تنقول لكم مرة أخرى عيدكم مبارك سعيد. كل واحد باسم ديالو، خوتي حبابي الفنانين كاملين، بالخصوص كنبغي نوجه واحد تحية للصديقة والأستاذة المحترمة عزيزة وغالية اللي دائما كانت ما كتنسانيش ودائما كتفكرني، اللي كنبغي نوجه ليها التحية، الفنانة والأستاذة والمخرجة والمؤلفة فاطمة علي بوبكدي. تنبغي نوجه لك تحية وكنقول لك عيدك مبارك سعيد انت والعائلة ديالك الصغيرة، وما نساوش الحاجة الله يشافيها، والأستاذ الكاتب ديالنا والسيناريست الفنان سي إبراهيم بوبكدي. مرة أخرى تنقول لكم مرحبا بكم معنا. واحد اتصال، أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا، شكون معنا على الخط؟ كيداير اخت كريمة؟ بخير الحمد لله. شكون معايا؟ معك عزيز من سيدي بنور. عزيز من سيدي بنور، تحية للناس ديال سيدي بنور. الله يبارك فيك. دكالة يا دكالة، الله يحفظك. لو كاين شي رفيسة كاين شي ولدي موجود. الله يحفظك اختي كريمة، الله يطول عمرك. كيداير مع هاد الاجواء؟ الحمد لله مرتاح واكر. الله يبارك فيك والله يطول عمرك. عيني تعاود ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه جمعا ان شاء الله، وعلى الشعب المغربي ان شاء الله. كي داير نتايا؟ كي داير الاجواء في سيدي بنور؟ الحمد لله كل شيء بخير. هاتي منوره. شكرا بكم باش منورين بالمسانده ديالكم والمجهودات اللي كتقوموا بها والكلمه الطيبه اللي كتقولوا في حق كريمه وسط. كنشكركم مره اخرى. عزيزه وغاليه. شكرا بزاف عزيز. واش كتعمل شنو في الحياه ديالك؟ فاش كتشتغل؟ واه شو مرتاح. لا واه لا واه، عير شي شويه واخا، عير ديبانيو شويه وصافي. شويه وصافي. الحمد لله، الحمد لله بلادنا زوينه. يعني اي شيء واخا الانسان كيف قلتي انت كتجي واحد الازمه على كل واحد، ولكن ملي كتكون يعني واخا دير غير كريريسه تبيع فيها المواد الغذائيه ولا شي حاجه هكذا، الانسان المهم بعر كتافو بمجهودات ديالو، يعني ما كتمد يدك لحد الا الله سبحانه وتعالى. بصح. ونتمنى ان شاء الله تكون بخير والله يسهل عليك ان شاء الله. الحمد لله. الله يحفظك اختي كريمه. شكرا على التفاعل ديالك يا عزيز. شكرا اختي. الله يحفظك. بغيت نسمع الصوت ديالك ليلى عزيزه اختي. الله بارك الله فيك يا عزيز، وكنشكرك بزاف. انا راه سيدي بنور عندي اصدقائي صديقاتي فنانات اللي كنبغي نوجه لهم تحيه، يعني ربما تقدر تعرفها، فنانه عزيزه وغاليه، الفنانه فاتحه بنت العريان معروفه. كنعرفوها.
انسانه طيبه وكتعامل معنا، وكنبغي نوجه لها تحيه هي والمجموعه ديالها والناس ديال سيدي بنور. وتحيه لك اختي فنتية. شكرا لك على التفاعل ديالك، وعواشرك مبروكه وعيدك مبارك سعيد. الله يبارك فيك اختي كريمه. الله يحفظك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا للاخ المتفاعل معنا سي عزيز من سيدي بنور، الناس ديال الدكاله اللي حنا كنتاخروا في ديك المنطقه لان عزيزه عليا. ما ننساش ان الام الرضيعه ديال رضيعه امي كي كنقولوا هي من دكاله من لاربعه العونات اللي كنبغي نحييهم ونحيي العائله ديالي والام ديالي اللي مرضعاني راه في الديار الفرنسيه يعني في الجاليه، اللي كنقول لك راه توحشتك امي الحاجه ماما فاطمه اللي راكي في القلب. تنبغي نوجه التحيه ليك والشفاء العاجل با سي باريك وخويا نبيل اللي مرض انا وياه والابناء ديالو، لاختي غزلان واختي ليلى الله يحفظ لها بنيتها راه كاينه بلجيكا. وما نساوش الاحباب خوتي عادل كمال مهدي كوثر الله يحفظكم عائله صدقي كامله، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. تحيه لك امي فاطمه توحشتك بزاف. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي الكريمه، كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله الله يطول عمرك. كبير هذا مني هضرت معاك انا شحال هذه ما هضرت معاك. هي تفضلي شكون معايا. فرحتينا بزاف وفرحنا بك من وليتي في اذاعه شوفتي بك. بارك الله فيك، هذا تشرف لي. ونوجه لهم الشكر الكبير. انا اختي كنت تلاقيت معك شحال هذا، والمهم انا غنذكرك باسم ديالي واش غتعقلي عليا ولا لا. مرحبا. انا جميله من بني ملال. تحيه الناس ديال بني ملال وتحيه اختي جميله. الله ودي يا مت السندويشات. سندويشات والبيتزات. يا كان يا اختي تحيه الناس ديال بني ملال، وبالخصوص كنبغي نوجه تحيه الناس ديال عائله شاده. رئيس المجلس البلدي يعني في بني ملال، لان عشنا معاهم جلسنا معاهم والعائله ديالهم كلهم اخوتي كاملين اللي كنجلسوا مجموعين عائلات شدا كلها اللي كنبغي نوجه لهم التحيه كاملين. كي دايره جميله لاباس عليك؟ الحمد لله اختي. الليله فرحتينا بزاف وحنا راك عزيزه علينا بزاف بزاف، راه ربي اللي مطال. بارك الله فيك الله يطول عمرك. الله يطول لينا العمر. الله يجازيك بالخير، وكنبغي نوجه لك التحيه والعائله ديالك. كي دايره الاجواء عندكم بني ملال؟ الله يخطيك اختي، تبارك الله عليك وشكرا بزاف، وتهلاي في راسك عواشر مبروكه باش ما تمنيتي ان شاء الله. شكرا، وكنتمنى لك الصحه والسلامه والله يرفع علينا هذا الوباء، وان شاء الله ونجي نزوركم وترجع الحياة العادية ان شاء الله يا ربي. يا ربي شكرا لك. كنحاول نتصل بك شحال من مرة وكنلقى على طول. مرحبا بك والف مرحبا. هذا نهار كبير هذا مني هضرت معك والله راك عزيزة بزاف. شكرا بزاف، وراه بني ملال عندي فيها ناس واصدقاء فنانة اللي كنبغي نحييهم، منهم الفنان الزعبولي معروف في الشعبي، والفنان مساعد الاوركسترا يعني الناس الموسيقيين اللي اشتغلت معاهم في مدينه بني ملال اللي كنبغي نوجه لهم تحيه. شكرا لك جميله. لا يخطيك اختي، تبارك الله عليك. شكرا، تحيه لك مره اخرى. لا يخطيك اختي. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا، الله يطول عمرك. شكرا مره اخرى متفاعله معنا جميله من بني ملال. كنشكرك على الكلمه الطيبه، كنشكرك على التفاعل ديالك. كنتمنى ان شاء الله نكون انا في حسن الظن ديالكم، ونكون يعني قد كلمتي قد دراعي قد الاداء ديالي ان شاء الله، وهو اللي يحشمني، لان لولا انتم لولا كريمه على كرسي كمنشطه برنامج. شكرا لكم. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا، شكون معنا على الخط؟ عفاك اختي هذه قناه ديال شوفتي. هي مرحبا لالا، شكون معايا؟ هذه معنا كريمه وفاء. هي هذه معك في المباشر، بارك الله فيك. معك فاطمه الزهراء بن باوش من ديال سلا. فاطمه الزهراء تحيه ليك لالا والناس ديال سلا. صح
ربي يخليك اختي كريمه. انا عيطت عليك باش نقول لك واش مبروكه، تكوني فرحانه باش ما تمنيتي، والله يخليك وليداتك وبنتك. امين. هذا هو المضمون من هذا الشيء كامل اللي بهذه المناسبه كيف قلتي، يعني اللي عنده وليداته وميمته وسيرتو الوالدين، كنتمنى لهم الصحه والسلامه والشفاء. انا كانت شويه عندي عيانه، كنتمنى لها الشفاء العاجل. الله يرحمها ويشفيها يا ربي، ربي يخليها لك حتى فوق راسك ان شاء الله. امين. انت خلي لك وليداتك، كنسمع الكتاكيت كي دابا فرحانين باللي لاباس. بنيتي بنيتي وليدات خوتي، ربي يخليك. شوفي وراكي عزيزه وغاليه اختي كريمه، وسط وفرحتينا بزاف ملي وليتي شهاده تيزي، والله كنت فرحي وما شاء الله اليوم طلعتي غزاله ما شاء الله. ربي يخليك في شوف تي في حتى هي كترحب بك ومرحبا بك. ربي يخليك، وحنا فرحانين بك بزاف بزاف، وكتنورينا بعدا الحمد لله، وكتشرفي المغرب الحمد لله، والله يطول لك العمر ونشوفك شي مرتبه عاليه. شكرا لكم على المسانده الطيبه. ربي يخليك بارك الله الحمد لله. اللي جميل ان جمهوري الحبيب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن دائما يساند كريمه وسط بكلمته الطيبه والجميله والرائعه. الحمد لله راكي عزيزه غاليه، عزيزه وغاليه كيف ما كنتي قبل، ودابا الحمد لله عزيزه وغاليه ومرضيه وغزاله عزيزه علينا. ديما كنذكروا الافلام ديالك اللي كتمثلي كل شيء. غادي نشكر العوده بقوه وجديده ان شاء الله، تشوفوا كريم ان شاء الله باذن الله. شكرا لك مره اخرى. ربي يخليك، يلا ليله سعيده وعواشرك مبروكه، تفرحي باش ما تمنيتي. شكرا لك مره اخرى لاله فاطمه الزهراء، الله يخليك ويداتك. شكرا لك. شكرا للاخت المتفاعله معنا من مدينه سلا، اللي تنبغي نقول لها شكرا على الكلمه الطيبه اللي قلتي في حقي. مرة أخرى تنقول جمهوري الحبيب عواشركم بروكا، عيدكم مبارك سعيد. تنبغي نوجه تحية لكاع الناس اللي كتسهر واللي مساكن خدامين بهذا الكوفيد، يعني هذا الكوفيد 19، يعني مرض كورونا المستجد، يعني اللي كنقول يا ربي ارفعوا علينا والشافي من هو مريض وعلى طريح الفراش، واللي تشافى نتمنوا ليه الصحه والسلامه ويدير الاحتياطات باش نزيدوا ان شاء الله لقدام. معنا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا سيدي، شكون معايا؟ كي داير اختي لاباس؟ كلشي مزيان الحمد لله. معك رشيد من ايترخا. رشيد ايترخا من اي مدينه؟ هادي تيزنيت. تحيه للناس ديال تيزنيت. ياك انا تيزنيت. تيزنيت ونقرا. بارك الله فيك اختي كريمه، بارك الله فيك. عمر هضر دوك الناس الطيبين. انا مشيت تيزنيت، مشيت ميرلفت، ومن بعدها مشيت كلميه من دوك الناس. المنطقه جميله ورائعه، وبهذا المنبر على قناه شوف تي في على البث المباشر كنحيي الناس ديال تيزنيت. الله يكثر خير اختي كريمه، وحتى حنا راه ديما كنتفرجوا فيك تبارك الله عليك، وراك عزيزه علينا. شكرا بارك الله فيك. ما جيتي والله، بارك الله فيك اختي، بارك الله فيك. الا يمسي. نعم لا. الا يمسي. مرحبا والله بلا مرحبا، لا يمنسي لا الخير لا الزيت رجال اغو كل شيء الخير اغو تبارك الله ربي الخير. الله يكثر خير. كامل الخير نشكرك بالحمد لله. تحية لك على كل حال، وما نساوش الناس، يعني الناس ديال تيزنيت تيكمي مقرن. بارك بارك الله فيك، تيزنيت راه معروفة بالنقرة، ومعروفة بالنقرة ومعروفة بالإقامة. الله ودي الله عمر هضر ديال اكلو بارك الله. ما هو طبيعي وهو بيو، كاينه في هذيك المنطقه الجميله مدينه تيزنيت، عندهم الاعشاب، عندهم داك الشيء الصحي. تبارك الله عليكم. وكاينه عندكم باقي الناس، يعني امهات ناس كبار كيخدموا بديك التقاليد، يعني كلشي كيدكوا بالمهراز بالرحى. أيه. مازالين مازالين التقاليد، مازالين الناس مازال خدامين بالتقاليد بالسبع، داك المفتول، يعني داك الشيء التقليدي. الزعتر زعتر. الله بخير بارك الله فيك. كل شيء تبارك الله، داكشي زوين عندكم ما شاء الله. الله يكثر خيرك بارك الله فيك. شكرا لك بارك الله فيك. تحيه لك، تحيه لك، تحيه للمشاهدين ديال شوف تي في.
كي دايره الاجواء تما؟ كورونا؟ لا الحمد لله كورونا الحمد لله كاينه الحمد لله، ولكن الله يرفع علينا هذا الوباء. يعني الاحتياطات، يعني خصنا نحافظوا. لا الناس دايرين الاحتياطات، كيديروا الكمامات ديالهم، كيعقموا، كاع الناس دايرين الاحتياط ديالهم، الله يرفع علينا هذا الوباء. يا ربي امين يا ربي. على جميع الامه الاسلاميه اجمعين. يا ربي الله. امين. بارك الله فيك. كنتمنى. بارك الله فيك اختي، بارك الله فيك، تحيه لك. شكرا لك على التفاعل ديالك. الاخ رشيد من مدينه تيزنيت اللي كنقول بغيت نقول لك مره اخرى شكرا على التفاعل ديالك. كيف قلت لكم مره اخرى اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا ويتفاعل معنا، وهذا يوم نهار كبير الحمد لله سبحانه وتعالى على المسلمين، على العرب، على الامه الاسلاميه، على الشعب المغربي، على الاسره العلويه، العيد المولد النبوي الشريف اللي كنتمنى ان شاء الله ربي بالصحه والسلامه، ولو جا هذا الحجر وهاد الازمه ديال كورونا نتمنى ان شاء الله ربي العام الجاي ان شاء الله طولت العمر يكون التجمع مع الحباب وصله الرحيم، ولو يعني كاين التواصل غير بالهواتف. ونتمنى لكم الصحه والسلامه وتال الناس الجاليه اللي كيتواصلوا مع وليداتهم. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. انا ديال شوف التيفي هذه. مرحبا سيدي، شكون معنا على الخط؟ معك عزيز من الداخل. يا وني اش طاري عندك؟ ما شاء الله. شنو بتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. ياك الله خير؟ ما شاء الله الحمد لله. غتزيدني شي كلمه اخرى غادي نحصل فيها يعني ولا غنمرق من هون. نعم. الا زدتيني شي كلمه غادي تكلم معايا بالحساني باش نوجه يعني نجاوبك، غادي نحشم وغنمرق من هون. لا 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 ما كنعرفش الحسانيه مزيان، ما تخافيش. ايه والحمد لله، ياك بخير بعد انت. بخير الحمد لله. كدير عزيز خويا، مرحبا بك في برنامج اشنو عندك مع كريمه وسط. كلكم كتعرفوا كريمه وسط الفنانه المغربيه الملقبه بهيفاء. بارك الله فيك، ممثله زوينه تبارك الله، ولكن شفتها من رقاقت ما بقاتش كتبان. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله، ولكن انا في قلوب قلوبكم في قلوب الجمهور الحبيب داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اللي كيساند دائما كريمه وسط. ولو تغيرت الشكل المضمون راه باقي يا سي عزيز. ايه والله يخليك ديما، الله يطولنا في عمرك. الله يطول عمرك يا وني. مرحبا مرحبا وسهلا. ياك بخير. بعدا شنو كتعمل في الداخله؟ واش انت ماشي يعني مقيم في الداخله كتشتغل؟ لا مقيم في الداخله، والله مقيم في الداخله. مرحبا وسهلا. بارك الله فيك. واش غادي دير؟ الاجواء كي دايره عندكم تما؟ ما وصلكم كورونا؟ هو الحمد لله ايوا شويه، ولكن الاجواء عاديه. يعني كاينه الاحتياطات، كاين الناس كتقوم بالاحترامات القوانين بالنصائح. ايوا من طبيعه الحال هذاك الشيء جاري به العمل. نعم هذاك. نعم. والناس ديالنا الله يهديهم خصهم يحترموا النصائح باش نزيدوا القدام باش ترجع الحياه العاديه. ماشي حنا تنقولوا ما كاينش هذا الشيء ما كاينش هذا الشيء، انت كتقول لي بكات راسك كنا في العشرات ولينا في الوحدات ولينا في الالوفات ولينا حنا فين غاديين يعني. صحيح صحيح. ايوا والله يهدى علينا الوباء وان شاء الله الوباء. يا ربي امين عزيز خويا. يا رب العالمين. يا ربي امين يا ربي امين. شكرا لك على التفاعل ديالك عزيز خويا، والناس ديال الداخله وخيارت بكم. مرحبا وسهلا بك يا سعدي بكم. مرحبا سهلا. مرحبا شكرا. عيدكم مبارك سعيد. الله يبارك فيك ويطول لها عمرك. بارك الله. مرحبا وسهلا سيدي. شكرا للمتفاعل ديالنا عزيز من الداخله وعلى الكلمه الطيبه اللي قال
كان في حقي وفي حق يعني القناه، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يكون الصحه والسلامه ونزيدوا ان شاء الله قدام. مره اخرى سنقول لمشاهدي متتبعي قناه شوف تي في، كنبغي نوجه تحيه لجميع اصدقائي الفنانه والصحفيين شوف تي في، خوتنا بابنا المبدعين الموسيقيين اللي كنبغي نقول لهم مره اخرى عيدكم مبارك سعيد، ونتمنى لكم الصحه والسلامه. كنقول للمشاهدين ديالنا اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. نتمنى يكون التفاعل ديالكم كثره، و وقيلا شبعتهم سمنه حلوه اتاي وصحه وراحه بعدا. وكنبغي نوجه تحيه من اصدقائي يعني صديقات ديالي، وبهذه المناسبه تنبغي نقول عيد مبارك سعيد للصديقه والاخت والعزيزه اللي كنعتبرها يعني الله اللي كيعلم من جيتك ومحبتك فاطمه الشاطي، اللي كنقول لك عيد مبارك سعيد انت والزوج ديالك منير وبنتك ريما والابن ديالك اسمر، اللي كنقول لكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم، وكنتمنى لك الشفاء العاجل اختي العزيزه فاطمه، وراني كنحماق عليك بزاف وتوحشتك، ونتمنى انك تكوني بخير انت والزوج ديالك والاخ ديالنا سي منير والعائله ديالو الصغيره والعائله ديالك عائله الشاطي. وما نساوش العسكري ديالنا ملقب السي مصطفى ديالنا والزوجه ديالو السعوديه والجاليه في فرنسا والجاليه الإسبانية، وما نساوش لاله رشيده والسعوفي الزوج ديالها والابناء ديالها والزوجات ديالهم. وكنقول لك راكي عزيزه وغاليه، ونتمنى لكم الصحه والسلامه وعيدكم مبارك سعيد. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي، شكون معنا على الخط؟ معكم صلاح الدين من مدينه خريبكه. تحيه للناس ديال خريبكه. مرحبا بك. ربما تفاعلتي معنا يا كاسي صلاح الدين. مرحبا. أول مرة تفاعلتي معنا؟ أول مرة. مرحبا بك في البث المباشر على قناة شوف تي في، برنامج أشنو عندك؟ مع كريمة وصال. بارك الله فيك. كي دايرة الأجواء عندكم وعيدكم مبارك سعيد؟ علينا وعليك أختي، الأجواء مزيانة الحمد لله، وعواشركم مبروكة، وهذا نهار كبير من شنا كريمة وصال في برنامج إن شاء الله. شكرا. انا من اعز المعجبين بهذه الفنانه، وكنتمنوا لها كل خير ان شاء الله، ونتمنوا لها البرنامج ديالي يزيد القدام ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك اخويا صلاح الدين، نتمنى لك انت الصحه والسلامه، وشكرا على الكلمه الطيبه اللي قلتي في حقي. بارك الله فيك. تنشكر مره اخرى الناس اللي كاع دائما كتساند كلمه وسط، وعندي حتى متفاعلين والمساندين في المدينه العزيزه خريبكه. بارك الله فيكم، مرحبا بك اختي خريبكه، والناس ديال خريبكه كاع كيحماقوا عليك وكاع كيحماقوا عليك. انا راه اشتغلت مع عبيده طرما مع رضوان اللي كنحيي المجموعه ديالهم، اللي كنتشاركت معاهم في واحد الكليب لا ثقه في عتيقه، اللي كنبغي نقول لهم مره اخرى تحيه لكم خوتي. من احسن السلسلات اللي دازوا. نعم شكرا لكم، وما تنساوش مجموعه فارس اللي كنا عبيده طرما اللي كاين في حي خوادريا. البيوت البيوت خوادريا. البيوت خوادريا. وما ننساوش واحد صديق هو في الـ في الـ في الـ المكتب الشريف الفوسفات، خضرف عبد الله، هو البيوت خضرف عبد الله اللي كان دائما كيكون هو المساند، وكيكون مع زملاء الفنانه ملي كيكون شي حفل وكيكون شي مهرجان، دائما تلقاو خضرف عبد الله في الواجهه والمسانده الرجل المواقف. شكرا لك مره اخرى. تحياتي اختي كريمه وعيد مبارك سعيد. شكرا لك صلاح الدين، نتمنى لك التوفيق والتألق ان شاء الله في هذا البرنامج، ونتمنى ديما نبقاو نشوفوك، نتمنى الغياب ديالك ما يطيرش لان طال شويه، طال بزاف. نتمنى لك مسيره موفقه اختي، نتمنى لك مسيره موفقه
والجمهور ديال خريفكا كامل راه كيحييك وعيد مبارك سعيد. شكرا لك خويا صلاح الدين، وكنبغي نوجه التحيه للعائله ديالك الصغيره وتسلم عليهم والناس ديال خريفكا، وعيدك مبارك سعيد، والله يرفع علينا هذا الوباء ونجيو عندكم ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك، مرحبا بك. شكرا 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 لك على التفاعل ديالك. شكرا لك مره اخرى صلاح الدين، وكلمه طيبه يعني حسنه، المسانده المعنويه رائعه وجميله. تنقول مره اخرى كنبغي نوجه تحيه من هو كيساند كلمه وسط، ودي دائما في القلوب كيبغي ما نكذبش عليك، زعما تيسال عليا وكيسول فيا. منهم واحد الصديقه وفنانه مقتدره اللي كنحييها بزاف، ودائما كتقول لي كريمه راكي في القلب، كريمه اعتمدي على راسك، كريمه راه ما خديتيش حقك، ولو انها هي راه عطات الكثير الكثير لما خدتش حقها، ولكن دائما في الوجود في الساحه الفنيه الممثله المقتدره نزهه بدر اللي كنبغي نحييك صديقتي وزميلتي العزيزه، دائما كتسولي فيا. شكرا لك، ونتمنى لك عيدك مبارك سعيد بالصحه والسلامه. وكنبغي نوجه تحيه للابن ديالك بالصحه والسلامه ليه والابنه ديالك والوليداتها، اختك كريمه وسط. ومره اخرى اللي بغى يتفاعل معنا ويتصل بنا برنامج اشنو عندك على البث المباشر، يتصل بنا بالرقم الهاتف 06 83 01 28. مره اخرى كنبغي نوجد واحد التحيه، وهذا برنامج اليوم كنبغي نوجد فيه التحيات حيت هذا نهار كبير عيد مولد النبوي الشريف، كنبغي نسولو على احبابنا، كنبغي نوجه تحيه كبيره كبيره بزاف الحاج رشيد الفضلوي، الرجل المواقف، الرجل هو مولوع بالقنص، دائما كتلقاه في القنص دائما تبارك الله عليه. تنبغي نوجه للعائله ديالو، الزوجه ديالو، الابناء ديالو، للعائله الصغيره والام ديالو، الحاجه الله يخليها ليه ويخلي ليه وليداته وعائلته. تنبغي نقول لك مره اخرى الحاج رشيد الفضلوي، تنبغي نقول لك عيدك مبارك سعيد وكل عام وانت بألف خير. وما نساوش الاخ عبد الله الصديق ديالو السامي ديالو سائق سيارات اجره، وجارنا وعزيز والزوجه ديالو وهيبه والابناء ديالهم، كنبغي نوجه له التحيه ونقول له عيدك مبارك سعيد كل عام وانت بخير، والشافي لكم الحاجه النسيبه ديالك والله يقعد وسادها الام ديالك وهيبه يشافيها يا ربي، وعيدكم مبارك سعيد. معنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام الحمد لله. شكون معنا على الخط؟ شكون معنا على الخط؟ معك عبد الصمد صديق ديالك. ايه شكون عبد الصمد؟ شكون عبد الصمد؟ تقطع ربما صديق في عبد الصمد ربما الغرفي على جميع الصوت ديال الصمد، عبد الصمد الغرفي اللي معروف بمخنصر، هو اللي كيقول لي دائما صديق صديق صديقتي العزيزه. تنبغي نحيي ونحيي الناس ديال قنيطره. تقطع الخط، نتمنى يكون تفاعل مره اخرى. كيف قلت لكم اخوتي اصدقائي احبابي على البث المباشر اللي كيتواصلوا معنا واللي كيتفاعلوا معنا، شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا على الكلمه الطيبه اللي كتقولوا في حق البرنامج وحق كريمه وسط. نتمنى ما نكونش ثقيله على القلوب، نتمنى نكون في المستوى. شكرا لكم اصدقائي احبائي واللي تفاعلت معاه واللي ما، شكرا على الكلمه الطيبه، لانك يعني الناس لائحه طويله، ولكن كنقول لكم من القلب الخالص وعلى البث المباشر شكرا على التفاعل ديالكم. معنا اتصال اخر. الو الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. كيف كريم لاباس عليك؟ الحمد لله. امورك هانيه؟ الحمد لله. معك عبد الصمد مسيكا الصديق ديالك العزيز. مسيكا؟ ايوا انا انا دابا اللي غريب حيت انا عندي عبد الصمد الغرفي الملقب حتى هو كيقول لي صديق ديال صديقتي، تنقول لي صديقي صديقي هذاك عبد الصمد المخنصر تنحيي المخنصر. مسيكا
تحية الفنان والموسيقي الآلات الفيولون الكمان الكمان مسيكا والمعروف مع الفنانة المقتدرة اللي كنبغي نوجه لها التحية بهذا المنبر في البث المباشر في قناة شوف تي في برنامج أشنو عندك الفنانة حنان الفضيلي. الله يحفظك اختي. هذا الاستاذ ديال كيتشتغل معها يعني صديقه يعني في المشوار معها طويل كنبغي نحييك انت وياها سي عبد الصمد. الله يحفظك اختي كريمه الله يحفظك وانت راكي عزيزه علينا يعني فرحنا ملي دخلتي لهذا البرنامج وكل من اللي ساهم في هذا البرنامج. شكرا شوف تي في هي السبب والمجهودات ديالكم سي عبد الصمد. الله يحفظك اختي كريمه وتوحشناك زعما كان باغيك ان شاء الله نشوفك دائما متالقه ودائما برامج اخرى تكون متفاعله اكثر من هذا الشيء ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك اخويا عبد الصمد. كي داير الصديق ديالك الاخ هشام؟ هشام نغليه التحيه بهذا المنبر والابناء ديالك والزوجه ديالك اياه مدام سميرة مدام سميرة ويصال واسلام كيسلموا عليك كاملين. ويصال واسلام اسلام تحيه ويصال واسلام تنحييكم. وشريتوا حويجات العيد لبستو تقديتو فوق صوت زيبو بغا يتصوروا باش يفقسوك يا وصلت عليا في الواتساب الله يخليهم لك وخلي لك الزوجه المحترمه سميره ويلا فرحانين زعما كاين ويلا فرحتني انا دابا غير كان عيب باساجي كان في الفيس. مرحبا سيدي مرحبا شكرا لك عبد الصمد مرقب موسيقى الفنان الموسيقي ولكن واخا احنا كفنانين ما خديناش حقنا والو لا اله الا الله وكنبغي نوجه تحيه لجميع الفنانين الموسيقيين الجنود يعني اللي الله يكون بهم لان راه تمحنوا بزاف اختي الموسيقيين ويعني هو القطاع وجه رساله وقول اشنو عندك هذا برنامج قول لاختك هذا يعني وجه رساله وقول اشنو عندك السي رساله مختصره جدا هو يشوفوا من حال الموسيقيين راه كيموتوا كيموتوا بالجوع وكيموتوا بالكريديات وكيموتوا بالمرض وكيموتوا لكن تقريبا اللي فيهم اللي عنده ضمير اخر خدام فيه اللي عنده شي صنعه او شي حاجه لكن اللي عنده غير الموسيقى صافي او التمثيل او المسرح او او او, أو الى اخره راه الناس كتموت فعلا كتموت كتموت. لا اله الا الله محمد رسول الله ونتمنى يعني تكون التفاته واعاده نظر في هذه الملفات والناس تقوم يعني بال يعني مسنده مسنده يعني هذيك المعنويه رغم بعدها غتجي الماديه يعني لا غادي ان شاء الله يكون الخير. يكون خير اختي وكنشكروك وكنشكروا الناس ديال البرنامج ديال شوف تي في. شكرا لك. متالقين جدا جدا يعني كيكونوا دائما في الحدث. نعم. يعني دائما شوف تي في وحنا كنساندوهم وكنتمناو راه حنا المنبر الوحيد اللي عندنا اللي كنتنفسوا فيه واللي نقدروا نقولوا فيه هذاك الشيء اللي كيضرنا راه هما الناس يعني ديال الصحافه كامل والمناظر الاعلاميه كامله راه هما اللي كيوصلوا الصوت للمسؤولين الى هداهم الله علينا. راه مساكن زعما دايرين مجهودات ديالهم نتمنى ان شاء الله يا ربي يا ربي ارفع علينا هذا يا ربي امين. وكنشكرك اختي كريمه ونشوفك ان شاء الله متالقه ونسمعوك ان شاء الله دائما متالقه. بارك الله فيك وتحيه للزوجه والوليدات ديالك الله يحفظهم لك. الله يحفظك الله يحفظك اختي كريمه وعيدك مبارك سعيد وان شاء الله في قريب نتشوفوا سي عبد الصمد. دابا نتابع ان شاء الله في الخاص ان شاء الله. ان شاء الله تحياتي ليك. شكرا شكرا لك مره اخرى الفنان ديالنا عبد الصمد موسيقى وموسيقي وعازف كمان كيشتغل مع الفنانه المقتدره حنان الفضيلي اللي كنبغي نوجه تحيه للعائله الفضيلي كامله. اللي كنبغي نقول مره اخرى خوتنا اصدقائنا الفنانين فنانات المجموعات اصدقاء ديالي اللي كنقول لك باسم يعني تنبغي نقول مجموعات فنانين غرب شرادة بن حسن عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. تحيه للجنه المنظمه على راسها يوسف السرغيني وما نساوش عبد الحق الكحل الاخوان كلهم العزيز شبيبه الاصدقاء كلهم اللي
مجموعه الغرب فنانين الغرب الشرادة بن حسين، وما ننساش السي ولد الحسين فنان ديالنا اللي دائما يسأل، وما نساوش السي طالب فنان اكيم دابا في الديار البلجيكيه اللي كنتمنى ليه ان شاء الله الصحه والسلامه ويجي بالسلم والسلام لبلده الحبيب، وان شاء الله ويشوف الاهل ديالو والاب ديالو بالصحه والسلامه والاخ ديالو ان شاء الله. وكنقول لك مره اخرى عيدكم مبارك سعيد، وما نساوش مجموعه غرباوه خوا اللي كنبغي نقول لك مصطفى الصفا عيدكم مبارك سعيد، وتحيه للجنه المنظمه الفنانين كلهم كل واحد في اسمه. كنقول لكم مره اخرى عيدكم مبارك سعيد، وما نساوش مجموعه اسره نادي الفنانين وعلى راسهم القائد المجموعه الفنان مقتدر اللي كنقول لك دائما متالق جويز انيفرسير، وانا كنقولها لك بالبث المباشر على قناه شوف تي في اللي كنقول لك تحيه لك عبد العلي الفنان ديالنا عبد العلي الغاوي اللي كنقول لك عيدك مبارك سعيد وجويز انيفرسير، وباسم مجموعه اسره نادي الفنانين والمنسقه والجميله والرائعه والتفاحه لبنى الشرقاوي، وما نساوش ام نادين اللي دائما يعني التقديم وعلى بزاف والمجهودات ديالكم. تنقول لكم مره اخرى تحيه لجميع الفنانين كاملين في مجموعه اسره نادي الفنان، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. مره اخرى تنبغي نقول تحيه كبيره وكبيره خاطره يعني من قلب يعني الاستوديو البث المباشر لاختي وصديقتي العزيزه اللي كاين تقارب وكان دائما الاب ديالها الله يرحمه اللي كان مرتبه الاب ديالي اللي كنت في يعني حاضره الجنازه ديالو الله يرحمه وسعي عليه بالحاج ولد دينيا اللي معروف في القصر الكبير انسان طيب الرجل مواقف الانسان اللي كيدير الخير الله يرحمك الحاج ولد مدينيا يعني معروف طيب الحاج اللي كيوقف مع الناس يعني المحتاجين الابناء ديالو الاخت والصديقه الفنانه اميره قصري اللي كنقول لك تبارك الله عليك على الطيبوبه ديالك المعامله ديالك اللي خرج الاب ديالك الله يرحمه. تنبغي نوجه تحيه الحاجة الساديه الوالده ديالك الله يشافيها وعافيها وطول العمر، كنتمنى لك سنتي الصحه والسلامه وحفظك من كل هو شر. تحيه الملك خان اللي كنقول لك تنحييك من هذا المنبر من الديار البلجيكيه الى الهند، كنقول لك تحيه لك ملك خان والاسره وتنحيي العائله الصغيره كلها الله يحفظكم. وما نساوش الاخت العزيزه عزيزه حتى هي كذلك الاخت ديال اختي العزيزه اميره قصري، وتنتمنى لك الصحه والسلامه وطول العمر، وتنقول لك بهذه المناسبه عيدك مبارك سعيد كل عام وانت بالف خير راكي عزيزه، وان شاء الله راه قريبا غادي تجي على العمل اللي كتقوم به اختي وصديقتي اميره قصري. العمل اللي دخلنا عليك بالله من التاليف والاخراج ديالها العمل المسرحي اللي كتوجد فيه اللي كنا اشتغلنا عليه العام اللي فات، ولكن جا هذا الحجر وجات كورونا وقفنا، وان شاء الله على احنا استعداد في العمل وكنتمنى احنا في انتظارك، وان شاء الله غادي تجي والاعمال ديالك طيبه والعمل ديالك الجديد اللي صورت معك كليب مع مولاي هشام اللي كنبغي نوجه ليه تحيه. مولاي هشام من مدينه تيفلت ومقيم في مدينه مكناس في سيدي علي اللي كنقول لك تحيه ليك وعواشركم مبروكه، وكنبغي نحييك انت والناس ديالك والاصدقاء ديالك في الزاويه، وكنبغي نقول لك مره اخرى عيدك مبارك سعيد مولاي هشام، واللي كنبغي نقول لك الله يصبرك في الوالده ديالك وراها قلبنا معاك، لان اول عيد يعني اللي كتكون يعني افتقد بنادم الام ديالو اول عيد ديالها. اللي كنبغي نقول مره اخرى جميع الاصدقاء
الفنانين وفنانات وكاع لخوتنا احبابنا اللي مرادي اليوم والديهم الله يشافيهم اللي دعوا ليهم في هاد الازمه وفي هاد الجو الله يرحمهم الله يجعلهم من اهل الجنه مثواهم الجنه وفنانين اصدقاء ديالنا اللي دعوا يعني كنبغي نقول لكم الله يرحمكم والعائله ديالهم كنقول لهم الله يجعل مثواهم الجنه والله يعطيكم الصبر وقلبنا معكم. مره اخرى تنبغي نوجه تحيه لخوتنا احبابنا اصدقاء ديالنا وكنقول لكم اللي بغى يتفاعل معنا واتصل بينا برقم الهاتف 06 82 01 88 23. نتمنى ان شاء الله تكونوا كل شيء بالف خير. عفوا بسم الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير ودوزوا هذا النهار زوين عند الله سبحانه وتعالى. الوليدات يكونوا ناشطين فرحانين اصدقائنا احبابنا عائلاتنا ولو ما كاينش داك الاختلاط وداك التجمع قلبنا معكم كاين التواصل بالهواتف. كنبغي نوجه تحيه الأخت ديالي السعدية وسط الأخت ديالي الأكبر كنتمنى لك الصحة والسلامة وراكي في القلب وما تشوفناش شحال هادي ولكن راكي عزيزة وغالية والابنة ديالها بنت اختي عزيزة وغالية الغزالة فايزة كنقول لك كنوجه لك تحية انت والأب ديالك عبد الله تلحي عائلة أفندي كلكم كونوا بخير وعلى خير. كنبغي نقول لك سعدية اختي تنتمنى لك الصحة والسلامة وطول العمر الله يشافيك وتحية للعائلة ديال الافندي العائلة خويا عبد الله رشيدة ما نساوش توريا وليداتهم رشيدة نتمنى الصحة والسلامة لهم كاملين للي داخل المغرب وخارج المغرب. مرة أخرى تنبغي نوجه تحية لاختي سمهان الإدريسي اللي كنبغي نقول لك عيدك مبارك سعيد وكل عام وأنت بألف خير. نتمنى الصحة والسلامة لهشام ولحميدو الله يشافيهم وما نساوش خوتي كريم سعيد الحاج جلالي والأخ سي محمد نتمنى لكم الصحة والسلامة وعيدكم مبارك سعيد وما نساوش عائلة الخشاني حسنة ومحسن التوأم الله يحفظكم الله يحفظكم وما نساوش الزوج ديال حسنة جمال وما نساوش الابن الصغير محمد امين الله يحفظه لكم وفرهم الديار الامريكيه وكنقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير وما نساوش ثاني كذلك اختي فاطمه في اسبانيا وما نساوش الحاجه حياه في امريكا واختي النعيمه وسيمو اللي كنقول ليه تحيه لكل ابنه ديالك والزوجه ديالك. مره اخرى تنقول لكم ان شاء الله احنا كندقوا على نهايه الحلقه اليوم. اللي بغى يتفاعل معنا 06 82 01 88 23. وهنا اليوم ديال كنوجهوا التحيات للاصدقاء والاحباب. مره اخرى تنبغي نوجه تحيه للصديق ديالنا ومن المدينه الحبيبه مراكش سي عمر الكناوي اللي كنحييك بزاف انت والزوجه ديالك والابن ديالك الياس الله يحفظكم. تنبغي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد كل عام وانتم بألف خير وما نساوش الناس ديال الشويطر اللي تنبغي نقول تحيه مره اخرى لميدو اللي كنقول لك الله يوفقك والله يشافي لك الميمه والحمد لله على سلامتها خرجت من المستشفى ونجحت لها العمليه بالصحه والسلامه وطول العمر وتحيه للناس ديال الشويطر ونتمنى لك الصحه والسلامه والتوفيق والمسار في الدومين ديالك الفني اللي كتصور فيه وكتوجد ان شاء الله الله يوفقك. وما نساوش الصديقه والفنانه المقتدره العزيزه الغاليه السعديه اللوك المراكشيه ديالنا اللي كتمثل مع فرقه مراكشيه دائما هي كتكون زميله السي الفنان المقتدر عبد الله فركوس دائما كتمثل معاه سعديه لالا السعديه اللوك اللي كنقول لك عيدك مبارك سعيد وكل عام وانت بألف خير. وما نساوش عائله
محمد سي محمد بومجدول اللي كنبغي نقول لك شكرا اتصلتي بيا والصباح انت والعائله ديالك. اللي كنبغي نقول لك في هذا المنبر تحيه ليك والفرقه الناس ديالك والفاميلي اللي كنقول كلهم على المسانده اللي كيتصلوا بيا على المساندة المعنوية. اللي كنقول لكم شكرا لكم على التفاعل ديالكم. تنبغي نحييكم وكنقول لكم عيدكم مبارك سعيد. وكنتمنى ان شاء الله يكون التفاعل. ومعنا واحد اتصال هديم ديار خارج. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك اختي، لاباس عليك؟ بخير صحة مزيان؟ الحمد لله. شكون معنا على الخط؟ اختي انا محمد امين من الديار الفرنسية من باريس. تحية لمحمد امين، مرحبا بك اخويا. كيدير الاجواء عندكم؟ اختي بغيت غير نقول لك وا الو. تفضل سيدي، مرحبا بك في البرنامج. مرحبا بك. وا الله يحفظك. كنشكركم على البث ديالكم وشوف تي في ديما كتجيب الجديد. بغيت نقول لك واحد القضيه اختي. عندنا واحد المشكل في المغرب. نعم سيدي. الوالد واحد الارض، واحد الارض كانت في نتاع البلديه. الوالد كان خدام في البلديه. نعم سيدي. متقاعد اليوم في في الجهه نتاع لازاري. صافي 20 طون. لازاري في وجده. تحيه للناس ديال لازاري في وجده. واه صافي 20 طون اختي. وهو يستنى هاد الارض لدرجه انه حنا كبرنا ولحد الان مازال ما استفدش مع ديك الارض. وخلص فيها، خلصوا الفلوس كاملين. نعم. اللي مات مات، اللي راه اونديكابي راه اونديكابي، اللي والديه اللي هذاك كاين اللي خلصوا الفلوس كاملين نورمالمون. وهذه مده نتاع 20 عام. نعم. كاين اللي خلص الفلوس كاملين مده نتاع 20 عام ولحد الان مازال ما استفدوش. الوالد خلص لا مواتي ولحد الان مازال ما استفدناش. والوالد دركي راه كيما نقولوا، ولدرجه انه راك عارف رئيس تاع البلديه بدون ذكر الاسماء. نعم. رئيس نتاع البلديه كيقول لهم باللي حق غادي ندير غادي انا شفت واحد دار واحد المرات شي تجمع بيناتهم تما في البلديه. نعم. قال لهم باللي حق غادي نديروا واحد المحالات في الارض. نعم. هذيك الارض صافي غير كيبنيو وكيهدموا. اسمح لي محمد امين، باردون قطعتك خويا. هاد الارض قلتي لي كتواجد واش في وجده ولا فين؟ هاد الارض في وجده اختي، هاد الارض في وجده. صافي 20 عام. واش فيها الورثه ولا عيل ديال باك؟ لا اختي، ما كان لا ورثه لا والو. هاد الاراضي يستافدوا منهم مالين اللي خدامين في البلديه. اللي كانوا خدامين في البلديه كانوا عطاهم واحد المده. نعم سيدي. عطاهم واحد. نعم. قالوا لهم اودي يعني تخلصوا واحد النصيب. نعم. تخلصوا واحد النصيب، واحد المقدار من المال. نعم. وتدوا الاراضي ديالكم. الاراضي ديالكم جاهزين، خاصكم غير تخلصوا. نعم. حنايا كل شيء خلصوا. كان اللي خلص كلش، كان اللي خلص لا مواتي. ولحد الان مازال قال لك حق راه كان واحد التعرض في دار الحبوس، في الحبوس ولا ما نعرف كيفاش. نعم. تعرض. نعم. في المحكمه. نعم. وفي التالي قال له هذاك التعرض، قال لك اسيدي موراها راه عند لانجينيور ما لانجينيور. كل مره يقول لهم كذبه، كل مره يقول لهم هذه، ودايينهم حد ضروك لحد الان مازال ما استفدناش. يا محمد شحال من عام وانتم في هذه القضيه ديال باش تاخذوا يعني الحق؟ مده اختي انا ملي نعقل عليها هذه مده نتاع 20 عام ولا اكثر. اوكي، دابا الاب ديالك شحال تقريبا باش خدا التقاعد ديالو؟ خدا التقاعد ديالو مده نتاع 3 سنين ولا 4. وهو هذاك القدر المالي اللي قلتي واش هو ادى منه ولا لا؟
ادى منه اختي يوم اللي حد الان عندنا الريسيف، الريسيف باش خلص. ما درتو محامي يعني الناس ديال المسؤولين على هادشي؟ عينا ما كان لا محامي لا والو، عينا معاهم، عينا المشكله كنا غادي نديرو تجمع لكاع الناس، ماشي غير حنا اللي مستافدين، كاع الناس مستافدين، كاع اللي خدامين في البلديه مستافدين. علاش انا لدرجة انهم كاينين شي وحدين نعم ما مخلصين ما لقاش باش يخلص دارو، خلص الفلوس وقيسلنا هذاك البلان غير فوقاش يريقلو له باش 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 يبنيه، ولحد الان مدة تاع 20 عام مازال ما داروا والو. كاع الناس اللي خلصوا راهم شدوا تقاعد. ما درتوش إعادة النظر في الملف؟ ما درتوش عاودتوا جددتوا القضيه وبحثوا فيها؟ ما كاين حتى شي حاجه بحثنا فيها، قال لك الامور عاده مازال ما كاين والو، صافي دير رقدوا، مره يديروا سوق تما، مره يديروا مارشي تما، مره ما المهم لحد الان عاد باقي هكا، عاد باقي هكا، مين شافوا الاراضي هذوك الاراضي فيهم ولا زادوا زاد الثمن ديالهم كي داروا حاولوا يمحيوا الاثار نتاع هذاك الشيء، مي بيني بحال كيتسمى مع كامل احتراماتي للناس ديال الدوله، مع كامل احتراماتي للناس النزهاء اللي كيشرفوا على الناس باش يقضوا المصالح ديال الشعب، مع كامل احتراماتي، ولكن هذا كيتسمى نصب الاحتيال. لا شوف هو هذا الشيء ديال سميتو، حنا حاجه وحده اللي بغيت نقول لك محمد، مرحبا بك في البرنامج. شنو حنا الرساله اللي غادي نوصلوا؟ اشنو بغيتي تقول يعني توصل رساله؟ اما هذاك الشيء ديال زعما غادي نشمتهم حنا اللي كلو المهام ديالو كلو عقليته، ولكن انت من حقك كمواطن، من حقك كمظلوم، حقك يعني تدوي على حقك. قول يعني الرساله اشنو بغيتي توصل لهاد الناس المسؤولين؟ قول لهم الرساله وتكلم باش حتى حنا نقدروا فهمتيني نوصلوا. انا بغيت نتكلم، انا بغيت نوصل رساله للشعب المغربي. نعم. وبغيت نوصل رساله للحكومه المغربيه الى الاناث، فوقاش حنا غادي، فوقاش غادي نكونوا ناس نزهاء؟ فوقاش غادي نكونوا ناس اللي كنتمشاو بعقلانيه؟ فوقاش غادي نكونوا الناس؟ فوقاش غادي نكونوا؟ فوقاش غادي نوصلوا؟ فوقاش غادي نزيدوا لقدام؟ صافي ديال الانسان اللي مسكين غادي تدي له مده تاع 20 عام، غادي تدي له مثلا 2 ملايين المده تاع 20 عام، وكاين اللي حط 10 المليون لمده 20 عام. نعم. وهو يستنى في هذاك الارض فوقاش تبنى. نعم. فوقاش يريقلوا له الارض ديالو باش يبنيها لمدة 20 عام، وفي التالي ما كيكون والو. احنا عندما كيقوش في الدولة ما غادش لا الحمد لله. شوف احنا بلد سميتو يعني كاين القانون، يعني القانون ما كيحميش المغفلين، تدوي على حقك، من حقك تدوي. ولكن اختي القانون ما يحميش المغفلين، احنا ماشي مغفلين، احنا الريسي لحد الان. شوفي 20 عام، مدة 20 عام هذاك الريسي غادي يرشى. لا ولكن بقى حتى الريسي ما يبقاش. نعم. وبركي لحد الان محافظين عليه ديما كنقولوا. نعم. غادي تجي واحد المده غادي يحلوا لنا هذوك الاراضي ديالنا وحتى حنا. مرحبا. شوف السي محمد امين، كن على يقين مدى اتصلتي بنا برنامج اشنو عندك على البث المباشر في شوف تي في، ان شاء الله الرساله ديالك توصل هاد الناس، يعني السيد اللي ما تخادش حقه. غير هو انا بغيتي تقول الاسم ديال الاب ديالك او لا، باش يعرفوها الناس او لا دوك الناس اللي مسؤولين. كيف قلتي ما بغيتيش تذكر الاسم ديال الرئيس او لا، هذا داكشي كيبقى ديالك انت. لان انا علاش احتراما، انا واخا نقدر نقول الاسم ديالو بصح احتراما له، يعني الرئيس ديال البلديه احتراما له. سلامتي لكل واحد، يعني داكشي علاش ما بغيتش نذكر الاسم ديالو. بلاش خلي كل واحد، حيت ما غاديش نقولوا حنا ما خدمش للبلاد، ما غاديش نقولوا ما خدمش للبلاد، خدم زعما الصراحه. الله يعاونك. بغيت يشوف هذا الملف
هذا الملف بغيتي نتعي هذاك النظر في هذا الملف وصافي. اما كمهام ديالو وخدمه ديالو الله يعاونه يعني كيوصل واحد الرساله. انت بغيتي الحق ديال الاب ديالك والحقه ياخذه بحالو بحال الناس وان شاء الله الرساله ديالك محمد. وتنشكرك على التفاعل ديالك خويا وكون على يقين الرساله ديالك توصل. وتنحيي الناس ديال الجاليه المغربيه وما تديكوتاش زعما صراحه والله الا تامني بالله الا تامني بالله لحد الان الوالده الوالده راه في عمره برك 68 عام لحد الان عاد عنده ذاك ليسبخي باش يستافد من هذاك البلان ان شاء الله. الله يطول عمره غيستافد ان شاء الله. كنشكرك مره اخرى على التفاعل ديالك وكيف قلنا حنا المشاكل ديال هذا الشيء ديال الاراضي ولاده. حنا هذا برنامج حقا شنو عندك كيعالج بزاف ديال الحوايج. حنا ما غاديش نكونوا ضد ديال الناس اللي مسؤولين. حنا ما نشتموا حد ما نعيروا حد ما حنا احترامات للجميع. حنا كنوصلوا الرساله اللي حنا كندخلوا بخيط ابيض ما نبغيوش نمسوا حتى شي حد وما ناديو حد. الاخوان اللي عنده مشكل ولا شي حاجه مرحبا اللي قدينا عليه راه نوصلوا لكم. واحتراماتي ومشكورا مشكورين لقناه شوف تي في المجهودات ديالهم الكبيره اللي كيوصلوا للجمهور ديالنا والناس ديالنا والمتتبعين لقناه شوف تي في على البيت المباشر. حنا كنوصلوا الرساله ولكن حنا ما نقدروش نمسوا حتى شي حد. حنا بلد الحمد لله محافظ الناس حنا كل واحد كيقوم بالمهام ديالو احتراماتنا. وكنتمناو الرساله ديالك توصل محمد امين وان شاء الله غادي يفرح الاب ديالك وغترجع اعاده الملف وحب بداك الشيء وان شاء الله يكون يدوز بخير وعلى خير. مره اخرى تنبغي ان شاء الله كاع جميع الاصدقاء الفنانين الفنانات كاع اللي عندهم مشاكل وكاع حنا كنا في الهوا سوا والله اللي علم كل واحد وقلوب ديال الغايبين وكيعلم الله سبحانه وتعالى. كلكم راكم في القلب وربي يرفع علينا هذا الوباء. نتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه والسلم البلد الحبيب. اللي كنقولوا عيدكم مبارك سعيد الاخوان كاع اللي كنبغي نوجه التحيه كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد ولو راكم في سهر الليل وليالي. والصحه والناس ديال السلطات الامنيه الناس ديال السلطات المحليه الصحافه المواقع يعني مجهوده ديال دور شوف تي في على المجهودات ديالهم. ما كيسهروا يعني كيسهروا مساكن الليل الله يحسن العوان. تنقول لهم شكرا لكم على المجهودات ديالكم باسمي وباسم طاقم شوف تي في كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد. وكنبغي نوجه تحيه السكينه يعني الناس ديال بمسيك كنقول لكم حي افريقيا تنقول لكم عيدكم مبارك سعيد. ما نساوش العائلة جمال دار يعني العائلة ديال الابنة خالي عزيزة جمال عبد الحاج عبد الرحيم جمال حاجة في الطوبار جمال حسنة اللي كاينة في ديار كندية اللي كنتمنى لك الصحة والسلامة. وتنحي الزوج ديالك اللي كنقول لك تبارك الله عليك الله يطول عمرك ويخلي لك صحتك اللي كنقول لك الله يشافيك وعافيك ورحنا خوت وعائله وتوحشناكم بزاف حسنا جمال الله يشافيك ويعطيك الصحه والسلامه. وانتي الزوج ديالك لعبد القادر اللي كنقول لك الله يطول عمرك والله يشافي لك الزوجه ديالك وان شاء الله باذن الله. تنبغي نقول لكم مره اخرى عيدكم مبارك سعيد. تنحيي الطاقم المخرج الحلقة أسامة والرئيس التحرير إسماعيل وما تنساوش مرسلين عبدو الشرقاوي صعب الصمات أشرف سفيان. تنقول لكم شكرا للمسؤول ديالنا السي دريس الشحتان على المجهودات ديالو. وكنقول لكم غدا إن شاء الله حلقة جديدة موضوع جديد برنامج أشنو عندك. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. كريمة وصدق.